في البداية أولا نبغي نشكر جميع جنود الخفاء اللي ساهموا واشتركوا من قريب ولا بعيد يعني باش ينجحوا هذا اليوم الدراسي الأكاديمي. بالنسبة بخصوص يعني التجربة أو الفكرة ديال الموضوع ديال اليوم اللي هو الحكامة الجيدة وأثر على تدبير وإنجازات أندية الكرة الطائرة كنموذج بطبيعة الحال، هاد الفكرة هي جات من قناعة ديال المكتب المسير يعني في أننا نساهموا في هذا البرنامج ديال التنمية، المشروع التنموي اللي كاين في البلاد واللي ما يمكنش يتدار إلا بمشاركة جميع المساهمين بينهم الرياضة. في إطار التفكير ديال التنمية الرياضية كانت الفكرة ديال يعني القناعة أن لابد من استثمار في العنصر البشري، وكذلك في المشاريع ديال التكوين يعني تكوين العنصر البشري والرفع من السقف ديال التدبير ديال الأندية. وكان كذلك كيحضرنا فكرة ديال أننا نحاولوا نوسعوا ديال القاعدة ديال الممارسين ديال الكرة الطائرة، وهذا هو اللي عطانا الفكرة. وبهذه المناسبة هذه كنشكروا مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين اللي كان عندنا معاه حديث يعني واستطعنا أننا نبلوروا واحد الشراكة اللي غادي تكون بمثابة واحد البيبينير على مستوى المؤسسات الابتدائية باش نحاولوا نوسعوا من العدد ديال الممارسين ديال هذه الكرة. ويعني وللإشارة كنسجلوا الغياب ديال الجامعة الملكية للكرة الطائرة اللي ما حضراتش للأسف وما انخرطتش معنا في هاد الشراكة، واللي للأسف ما توقعاتش، اللي كانت مبرمجة أنها توقع في هاد اليوم الثاني. كتبقى هذه علامة استفهام مطروحة. على كل نبغي نطمن الجميع بأن اليومين الدراسيين صراحة يعني كانوا قيمين، وتابعتوا معنا مثلا غير الورشة اللي كانت هذا الصباح حول التحكيم بالنسبة للكرة الطائرة، يعني غير في المادة ديال البارحة يعني استطعنا أن نخرج بأكثر من 36 توصية، واليوم وكذلك بالنسبة للأربيتراج حتى هو يعني كانوا توصيات اللي هي منهجية اللي غادا تساهم في استراتيجية ديال البلوارة ديال التنمية الرياضية بصفة عامة. وإن شاء الله الرحمن الرحيم غنشتغلوا على أننا نحاولوا نرفعوها للجامعة الملكية على أساس أنها تساهم وتكون مساهمة نوعية في البرنامج التنموي الرياضي. وشكرا. بالنسبة للورشة اللي أثرت كانت فيها ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول كان هو التكوين المستمر. الورشة من بعد كان قوانين اللعبة، والمحور الثالث هو لا كومونيكاسيون دي فالور. بالنسبه للتدخل ديالي حاولت نشرح فيه الثلاثه ديال النقاط اللي مهمه في لعبه الكره الطائره، والانتراكسيون اللي كاينه ما بين المكونات اللي هما اللاعب والحكم والمدرب والجمهور. كان حضور ديال جميع المشاركين، كانوا يعني اللي كيمكنوش هذه الشريحه اللي هما كانوا صحفيين، كانوا لاعبين، كانوا مدربين، كانوا مسيرين. وحاولنا نربطوا يعني هاد الثلاثه المحاور كلهم باش وصلنا شنو هما القوانين، وكل واحد ما له وما عليه خلال المقابله. انت كحكم دولي، واش انت فعلا كاين حكام يعني بالخصوص في هذه الجهه ديال الدرعات اللي ممكن انهم يعني يسيروا يعني ويأثروا ويحكموا يعني المباراه ديال كره الطائره؟ بالنسبه لهذه المنطقه انا شرفت على ثلاثه ديال التدارب هنا في 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 الرشيديه. التدريب الاول ما بقاش عقلت من سلامي، التدريب الثاني كان في 2016، التدريب الثالث كان في 2017، وكونا حكام اللي باقيين يعني صغار واللي غادي يمكن يكون عندهم واحد المشوار كبير. غير المشكل اللي خصهم شويه ديال الاحتكاك والتجربه، وباش من بعد يمشيو يعني يكونوا زعما حكام في مستوى وطني وحتى لما لا حتى مستوى دولي. وللحديث عن العلاقة الجدلية الكلمة بين الصحافة الرياضية والرياضة ككل، خاصة رياضة كرة الطائرة، هو اللي موضوع حديثنا اليوم في هذا اليوم الدراسي اللي نظمه نادي ديال الرشيدية للرياضات لكرة الطائرة. هو الخلاصات اللي خرجنا بها هو لتحقيق هذه العملية التواصلية يجب
الانفتاح على الاعلام من طرف المنظومه ديال هذه الرياضه في المنطقه. ملي كنقولوا الانفتاح يعني تنظيم واحد اللقاءات تواصليه وتكوينيه لفائده الاعلاميين والصحفيين اللي كاينين هنا في المنطقه من اجل تعريفهم قواعد اللعبه وبجميع اكراهات هاد المنظومه ديال رياضه كره الطائره. كذلك العكس يجب ان يتم وهو تنظيم لقاءات والتعريف بمسؤولي المنظومه ديال كره الطائره بعوالم مهنه المتاعب باش هما يقدروا يعني المجهودات اللي كيديروا هاد الصحفيين وهاد الاعلام ديال القرب من اجل اشاعه هاد الرياضه. اذا اقترحنا بانه خاص يداروا يعني يكون احترام ديال احداث مواقع للتواصل تكون دائما في التحيين وفيها الاخبار باش تعفي الصحفي من التواصل ومن البحث عن المعلومه، لان الان المعلومه ولات رقميه اكثر، وخاص يعني احداث واحد المواقع الكترونيه اللي تكون فيها المعلومه باش الصحفي حتى هو نشجعوه على المواكبه، لان كنعرفوا بان انشغالات الصحفي ما عندوش غير كره الطائره فقط ولا الرياضه ككل، كاين الصحفي اللي كيكون صحفي شامل كيخدم على مجموعه ديال القضايا ديال القرب، يعني خاص هذاك المؤسسات الطرف الاخر خاصو حتى هو يقرب يعني المسافه ديال المعلومه الى الصحفي. We'll be right back.
ونيابة عن كافة أعضاء مكتب نادي الرياضات الكرة الطائرة الراشدية، أتقدم لجنابكم الشريف بأسمى عبارات الولاء والتقدير والامتنان لمساعيكم المحمودة في تحقيق الرفاه والازدهار لشعبكم الوفي. سيدي أعزك الله، على إثر انتهاء اليومين الدراسيين المنظمين من طرف نادي الرياضات الراشدية للكرة الطائرة تحت شعار الحكامة الجيدة وأثرها على تدبير وإنجازات أندية الكرة الطائرة، وتزامنا مع الذكرى 44 الخالدة للمسيرة الخضراء المظفرة، هذان اليومان الدراسيان اللذان عرفا انخراطا جادا لكل الفعاليات المشاركة، مستنيرين بتوجيهاتكم السديدة الرامية إلى تحقيق نهضة شاملة ترقى بالمملكة المغربية لمصافي الدول المتقدمة. مولاي صاحب الجلالة، إنه لفخر لنا أن نكون جنودا مجندين وراء جلالتكم للدفاع عن مقدساتنا الوطنية، مؤكدين ولاءنا وإخلاصنا لجلالتكم الشريفة، وأن نساهم من موقعنا في بناء المشروع التنموي الجاد الذي نسعى إليه جميعا تحت قيادتكم الرشيدة. أبقاكم الله يا مولاي فخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وأمدكم الله بنصره، وحفظكم الله بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبارك في عمر الأميرة الغالية للا خديجة، وشد أزركم بشقيقكم السعيد سمو الأمير مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه السميع المجيب. والسلام على المقام العالي بالله، خادمكم المطيع رئيس نادي الكرة الطائرة الراشدية عبد اللطيف الأنصاري.